السلام عليكم. مسؤول إسرائيلي: إيران مسؤولة عن الهجوم على الناقلة ببحر عمان بطائرة مسيرة. لم تكن مشتركا في القناة في الشركة، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. نقلت قناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله يوم الجمعة إن إيران مسؤولة على الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت قبلة عمان. وقال المسؤول من دون الكشف عن هويته إن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم على السفينة قبلة عمان. وأعلنت شركة زودياك مارثيام المشغلة للسفينة التي تعرضت لهجوم قبلة ساحل عمان أصبحت تحت سيطرة الطاقم وترافقها حاليا قوات من البحرية الأمريكية. وكانت الشركة الإسرائيلية أعلنت أن 2 بريطاني وروماني من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبلة ساحل عمان يوم الجمعة قتلا نتيجة الهجوم. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.